عم علي بقى رحلة النيل. أيوة. دي بقى ايه اللي حصل فيها؟ ما اللي حصل فيها خدتني، جيت عاوزين نعمل حاجة عن مصر. سليم انا ما مشيتش كده نواحي كده، ما مشيتش خالص يعني، ما رحتش. فكنت شفت بقى الجنوب سليم بتاعنا ده، ما السجادة عملت عبارة عن مكونة من 3 قطع، يعني عرضها 2 متر 2 متر 70 سليم، في 7 متر وشوية، 7 متر 7 متر وشوية كمان طول ارتفاعها. على النور بتاعنا مكونة من 3 قطع، عملت فيها معبد الكرنك، وعملت الفيلة، وعملت لوكسور وأسوان، وعملت حكاية يعني الحاجات اللي كنت بشوفها وأنا شفتها في الرحلة. في الرحلة، وأشوفها في البخيرة سليم، وأنا أرسمها بالألوان المية عشان خاطر حتى النفر ما ينساش. لا قول لي حضرتك، يعني دلوقتي يا عم علي انت ما رحتوا الرحله قعدتوا كام قعدنا 14 يوم في 14 يوم في المال، 14 يوم رايحين وجينا في الطياره، تمام، لغايه من هنا لغايه لوكسور واسوان. وبعدين خدت بقى، كنت اللي انت بتشوفه ده بتخزنه في دماغك يعني ولا ايوه اي ولا ولا في اي طريقه ولا في صور مثلا؟ لا فيش لا صور ولا حاجه، كله كان لمغزى بالمناقشه بتاعتها هي. بالنسبه لمغزى واحده ست يعني دارسه الفنون الجميله كويسه جدا، كانت بتنزل تمر عليا الصبح سليم واخر النهار، عاوزين يا علي نحط كذا، مش تشرح لي كده زي واحد بيحكي لواحد حكايه او قصه او حدوته او حاجه، بيحكي له كده زي ما بنتكلم انا وشاتك مع بعضينا كده. حلو جدا. سليم وابدا انا بقى انفذ الكلام اللي هي بتقوله، والحاجات اللي انا شفتها بحطها، وهي بتضيف لي برضه حاجات من اللي هي هنا في حته كذا، في ايوه عاوزين اضافه نحط كذا. مثلا هنا معبد، هنا كام سنه بقى حضرتك كرنك، قعدت هنا فيها؟ حاجات زي كده تبقى موجوده. كام سنه في اللوحه دي حضرتك قعدت فيها؟ في السجاده نفسها يعني. في السجاده دي أي. كام سنه؟ قعدت حوالي 3 سنين ونص. 3 سنين ثلاث سنين ونص ونص وانا بشتغل في السجاده ديت، عملتها مكونه من 3 قطع. والثلاث قطع كلهم بنحط فوق بعضيهم يكونوا، يروح يعملوا لوحه واحده. وموجوده في المعرض، سيادتك الوقت دي تتفرج عليها وتشوفوها طبعا. سليم وموجوده. عارفها دي اللوحه؟ دي لوحه عظمه خالص. ما اعرفش انت سيادتك شفتها قبل كده موجوده يعني؟ طبعا طبعا شفتها دي طبعاً. حته موجوده في المعرض جميله. باسم علي سليم. بس حضرتك يعني قعدت 3 سنين ونص دول، عندك هدف كده انك تخلصها؟ عندي هدف، ما زهقتش بقى؟ موضوع في دماغي لازم اعمله يعني. واحده بتقول لي عاوزين نعمل حاجه باسم مصر سليم، ودي مش هتتباع، دي موجوده عندها في المعرض او في المتحف على طول، هتفضل مدى الحياه. وكفايه عليها مكتوب عليها علي سليم اللي هو ماضي عليها دي، بتفضل الذكرى يعني. احنا ننتهي بس الحاجه دي اللي هي الله يخليك، الحاجه دي هي اللي هتستنى يعني. فاشكر ربنا والحمد لله. حضرتك من الجيل الاولاني هنا في المكان، وبعد كده بقى الاجيال اللي جت بعد كده علمتها؟ جت معايا بنتي منى شغاله مع سوسو دلوقتي، دي انا اللي معلمها سليم. جت كانت تقعد زي ما انا كنت واجهها برضه زي البدايات الاولانيه، في صوف الوقت شغاله مع مدام سوسو في الشغل، ربنا يديها الصحه، شغاله كويسه جدا معاها، ومعاها ولدين وبتيجي تشتغل يعني. حلو. قعدت جنب ابويا وانا عندي 9 سنين، اتعلمت وعملت حته صغيره كده قد كده، وقعدت اشتغل فيها ومش عارف ايه، وفي الاخر حبيته صراحه يعني. بس يعني ايه، لما اتعلمت هو بقى اشتغل في حته يعني، في حته تانية وانا في حته تانية، ملوش دعوه بيا بقى يعني. هو في شغله، هو في شغله وانا في شغلي. الوقت انا مع المدام شوزان فكره مثلا، الواحد لما يكون عاوز فكره نترتب انا وهي مع بعضنا، نشوف الجنينه عجبنا ناس نخل اي حاجه بنرتبها مع بعضنا ونشتغل، واشتغل وكل شويه جند عليها تشوف الشغل. زمان بقى كنا نشتغل شويه نلعب شويه، ما كناش زي دلوقتي يعني. وابويا عارف يعني حابب الشغل دي جامد يعني، عارف يوم الجمعه بتبقى هين علي عاوز يجي يعني، اجازتنا الجمعه هين علي عاوز يجي يوم الجمعه، هو خلاص حبه يعني، واحنا صراحه حبينا. ولازم تيجي زياره لمركز رمسيس ويسا واصف في الحرانيه، شوف وعيش بنفسك بهجه البدايات، والخيط وهو بيتشد على النول، وفرحه النهايات واللوحه بتتقص بعد ما صاحبها يوقع عليها بكل سعاده. هنا فعلا دنيا تانية، ورا كل اوضه من اوض الفنانين حكايه وحكايات.